السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك سعيد وأطيب المتمنيات، كل عام وأنتم بخير. الموضوع كيتعلق بالاعتناء بشجرة الزيتون في شهر ماي، أي شهر 5، باش نضمنوا منتوج جيد بإذن الله. قبل خصنا نشوفوا واش الشجر ديالنا خالي من مرض عين الطوس اللي خصنا نكونوا داويناه قبل، لأن هذا المرض كيضرب الورقة، والورقة هي الرئة ديال الشجر. إذا كان مازال عندنا غادي تبقى الأوراق تتساقط والشجرة ما كتبقاش تنفس، وبالتالي غتؤدي إلى تساقط حبة الزيتون، وهذا عنده تأثير سلبي على الإنتاجية. وما نساو كذلك نراقب حشرة البسيل أي بوصويفة، خصنا نكونوا داويناها. إلى بنت عندنا في الشجر راه كتغذى على حبة الزيتون، وغادي تضيع لنا حتى 30% من إنتاج الزيتون. إذا العمليات اللي خصنا نديرو في هذا الشهر أي شهر ماي هي كالتالي. إخواننا الفلاحة، في هذا الشجر كترتفع درجة الحرارة، إذا خص السقي يكون بانتظام، لأن في هذا الشهر كيكون عندنا كيتم العقد، وبزاف كيتساءلوا واش نسقيو ولا لا. بالطبع خص الشجر يتسقى ولكن بطريقة منتظمة. العملية الثانية وهي نعطيو الشجر الأسمدة الورقية لونغري فوليير، خصوصا الرشة الثانية من البور باش يثبت حبة الزيتون. ثم العملية الثالثة هي الأسمدة النيتروجينية، أي نعطيو الملحة 33 باش نحفزو الشجر ديالنا. كتجي العملية الرابعة اللي حتى هي مهمة، وهي إزالة الأعشاب الضارة اللي كتنافس الشجر في الماء ولا نقري وفي أي مواد كنعطيو للشجر، خصوصا نحيدو الربيح في الشجر البوري اللي ما كيتسقاش. أما العملية المهمة والمهمة جدا هي مراقبة ومحاربة ذبابة الزيتونة اللي كتنخر الحبة ديال الزيتون، واللي ولا مشات حتى صابت لنا الحبة راه كيمشي لنا 80 حتى 90% ديال الإنتاج. إذا أول حاجة خصنا نراقبوا الشجر واش فيه هاد الدبانة، لأنها كتكون في هاد الشهر يعني شهر ماي. وباش نراقبوها خصنا نركبو واحد المصائد، وكاين عدة أنواع ديال هاد المصائد. كاين المصائد اللونية وهي عبارة عن صفائح من البلاستيك الأصفر وفيه واحد المادة لاصقة، وكنضيفو ليها واحد المادة جاذبة للذباب. ثم كاين القنينات أو القراعي، هادو راه مدعمين من طرف الدولة لأن الثمن ديالهم غالي شوية، ولكن راه كاينه واحد الطريقة سهلة ورخيصة بزاف، وهي استعمال قنينات الماء الطبيعي بلاستيكي يعني القراعي ديال الميكا. كنصوبوهم وكنستعملهم لمراقبة ومكافحة الذبابة. كنعلقوهم في الشجرة على واحد العلو ديال 1 متر، ولا كانت الشجرة طويلة بزاف كنعلقوهم في الوسط ديال الشجرة. وكتم المراقبة كل أسبوع، وكيتم تغيير السائل اللي كنوضعوه داخل القنينة كل شهر تقريبا. وضروري من المراقبة باش نعرفوا النسبة ديال الإصابة بهذه الذبابة. إخواننا الفلاحة، إذا كانت الإصابة كبيرة في الحقل ديالنا، وذلك لأسباب كثيرة من بينها بأن نقدروا نكونوا تأخرنا في التدخل بالمصائد أو أسباب أخرى، المهم إذا كانت عندنا إذا كانت بأن هذوك المصائد لوحدها غير كافية وكتوصل الإصابة للثمار، راه يجب علينا المكافحة بالمبيدات الحشرية. يعني في المرة الأولى كنرشو بالمبيد غير بين الصفوف، يعني واحد الصف كنداوي وواحد الصف لا، يعني واحد الرشة اللي كتكون خفيفة. ولكن إذا كانت الإصابة الأشجار شديدة يمكن لنا نقومو بالرش كامل الأشجار، ونعاودو نرشو 3 حتى 4 ديال المرات. ولكن لازم وضروري نوقف الرش على الأقل شهر قبل الجني. وهذه المعالجة بالمبيد الحشري راه غداوي لينا حتى عتاد الزيتون اللي كتصاب بها الا تصابت بها الشجره. وهاد عتاد ديال الزيتون واحد الدوده بيضاء، ومن اللي كتكبر كتولي واحد الفراشه بيضاء. وهاد الوقت يعني في شهر ماي راه كتكون في الجيل الثاني ديالها، اذا خصنا نحاربوها. واخيرا من الافضل نحيدوا هذاك الغصن اللي كنسميوه سراق الماء، راه ما عنده حتى شي فائده غير كينافس لينا الشجر في الماء. شكرا، السلام عليكم.